الله الأجواء هون شو جميلة. يا عيني على هالخبزات، والله ريحة الخبز لحالها بتفرح القلب. شهي الواحد هو صايم بجوع الصراحة على ريحة الخبز. يا عيني شوف هالنفخة. كم قد حببت من المدائن إنما للسلط موقع الحبيب الغالي، أمي هنا وأبي ومهد طفولة الغالي، ورفاق عمر الراسخون ببالي. من السلط السلطانة من أرض التين والعنب، رح نكون اليوم ببرنامجنا عزومتك علينا مع شعبان مع أهل السلط، أهل الشهامة وأهل الكرم. بدي أشوف مين رح يقبل عزومتنا اليوم على الفطور. متحمسة لأنه هون الناس متجنن. تعالوا نشوف مين رح يقبل. موجود اليوم أنا بشارع الحمام بالصلت، رح أشوف مين رح يقبل عزومته معانا اليوم على الفطور. صراحة كتير متحمسة. يلا نبلش. كونك بتصورين أنا بدي أصورك، شو رأيك؟ كيف حالك؟ مشكلة مش معك. تمام كويسة. شو أخبارك؟ تمام؟ والله تمام الحمد لله. أنا شيف امتياز من مجموعة شعبان. أوه أهلاً. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ شوفك على التلفزيون حبيبتي. حبيبتي شوف بدي أقول لك فكرة برنامجنا لليوم. تفضل. إحنا ببرنامج اسمه عزومتك علينا مع شعبان. أوه تمام. هلا بدي أسألك قد إيه حدا أنتوا بالعيلة؟ إحنا تقريباً 6 أشخاص. 6 أشخاص الله يخلي لك إياهم يا ربي. حبيبتي فكرة برنامجنا إنه رح نعمل لك عزيمة لإلك ولعيلتك. ممتاز. بدك تحكي لنا أكثر طبخة أنتوا بتحبوها برمضان. أكثر طبخة بنحبها برمضان المنسف. المنسف، والله اختارت الخيار الصح. الصح طبعاً. طيب أول العزيمة بدها تبلش نروح أنا وياك نلف نشتري كل الأغراض. أوكي. للمنسف. طيب يلا شو رأيك؟ موافقة؟ طيب إيش تحتاج أغراض للمنسف؟ أكيد بنحتاج اللحمة في الدرجة الأولى. تمام. والرز والجميد سمن البلدية إذا في طبعا. حلو حلو كل الأغراض معنا. لوز وسنوبر طبعا. طبعا أهم إشي هدول. عارفين على اسم حضرتك؟ أنا اسمي غادة عبد ربه. أهلين ست غادة. طيب أنا متحمسة نبلش أنا وياكي. شكرا لأنك قبلتي عزومتك علينا لليوم. ويلا رح نشتري أنا وياكي الأغراض. تفضل. يلا تفضلي. والله ديروا بالكم على أغراضي لو سمحتوا. ديروا بالكم على أغراضها بدنا نصور هلا إحنا. أول إشي من وين بتحبي تاخدي اللحمة؟ قولوا لي هون في لحمين جوا شاطرين. طيب هلا بعد ما نشتري اللحمة أكيد أنتي بتستخدمي نوع رز معين لمنسفك، إيش نوع الرز اللي بتحبيه؟ والله أنا بستخدم صراحة رز تايجر، كتير زاكي وحبته صغيرة ومشهي للمنسف. اسمعوا بيطلع مفلفل وبجنن. كتير كتير بجنن. طيب أنت ريحتي علي الموضوع اليوم، كونك ريحتي علي الموضوع سلامات. طيب نروح. شوفي هلا بنروح نشتري اللحمة، نشتري الرز، نشتري كل إشي. ونبلش انا وياكي بالعزيمه على السريع. بدنا لحام شطور. بتعرفوا لي شباب لحام شطور كويس هون مرتب؟ انا بس سمعت انه في لحام كثير شاطر. عرفت انه في لحام بس انا كل حوالي. طيب يلا نروح ندور على اللحام، رح ناخذ من عنده اول إشي اللحمه. يلا يلا تفضل. السلام عليكم. رمضان كريم جميع ان شاء الله. كيف حالك اول شيء؟ شوف عازمين. أيوة. على طبخه منسف. أه. على كيف كيف بسيطه هيك. ابشر. بدنا 3 كيلو لحمه. أه. مرتبين تكتكين. كيف تحبي كيف يكونوا مقطعين؟ والله انا بحب الشقفه تكون هيك وسط يعني. وسط بس مرتبه. مرتبه فيها لحمه. أيوة. مش عظم اكثر. أيوة. كلها لحمه. اعطينا 3 كيلو لحمه. قديه اللحمه اليوم؟ كيلو ب10. خروف بلدي ولا خروف جدي بلدي؟ جدي بلدي. نعم. حلو. والرومان اليوم بدي رومان ما عندي انا كله بلدي اللي عندي. الله الله اهل الصلط. طيب طبعا اهل الشهامه والكرم. الله يسعدك. طيب اعطينا 3 كيلو يلا على كيفك نقلنا اياهم. عمرك جربتي تعملي منسف عجاج؟ تاخدي ولا كتف؟ والله كتف. كتف لانه هيك بيطلع اتسم بيطلع اذكى اذكى.
منصف عجاج بيقولوا لها بصير بطلت منصف. ما بشبهنا. لا بصير اسمها اشي تاني بعد. عازمين مش تغشنا عازمين. بدنا صدر منصف مرتب. ايوه هذا اللي بدنا اياه. بتعرفي منصف السلط بيختلف عن منصف الكرك، بيختلف عن منصف أكيد الشمال. اكيد لانه هون بالسلط بحبوا يحطوا لبن شنينه، بتحطوا على المنصف صح؟ زائد الجميد. مع الجميد. لبن مخيط زائد لبن. بتحطوا انت احكي لي عن منصف. لبن مخيط زائد جميد. زائد جميد. نعم. وانت بتعملي بنفس الطريقه؟ نفس الطريقه بنعملها. نعم. انا صراحه بحب. بقول لك في كثير تشابه بين بيت لحم وبيت بين الصلط. عمرك اكلتي المنصف هناك؟ طبعا اكيد. انت نزلتي على بيت لحم؟ دائما انا بنزل باستمرار. جميل. بيت لحم على القدس باستمرار بنزل. طب طبخه اردنيه بتاخذي لهم اياها من هون بتطبخي لهم اياها هناك بس تنزلي على بيت لحم، ايش هي؟ بحبوا لبن جميل. بحبوا لبن جميل. بحبوا لبن، مع انه هن شاطرين كمان بس بحبوا لبن جميل. احكي لي ايش كنت تقولي؟ هيك لقيت لي قطعه مناسبه المنسف. هيك قطعه بدي اشوفها. شوف بالله هيك. ايوه هيك بتجنن. طيب لونها بجنن مميز. هيدا محل يوم؟ طبعا فريش. بغلبوك الناس زي حالاتي ولا على السريع بيجوا كلهم بيمشوا؟ ليش بغلب؟ يا عيني. بحبوا الناس اكثر اللحمه للمنسف تكون مدهنه. عشان ياخذوا النكهه. عشان ياخذوا النكهه صحيح. يا عيني على هاللحمات. خواش. بتعرفي واحنا بنطبخ اللحمه دائما في ناس بتطبخوها على طول مع الجميد وفي ناس بيسلقوها عجنه. بسلقوها. انا من النوع اللي بحب شوي اسلقها لحال بعد بحط الجميد ولبن الشن. انا وياكي زي بعض مش مع بعض. وانتم بالبيت كيف تطبخوا المنسف؟ احنا عجميد دغري. عجميد دغري من غير ما تسلقوها عجنة. لا ما بدها تسرق لحم اللي عندي. بتعرف هذا مره عملت زي هيك الناس طلعت كيف بتحطي هاللحمات فوق الجميدات على السريع؟ لا اللحم صغير بيستوي مع اللبن وعلى الجميد صح؟ وما بزنخ والله وبيطلع زاكي. طيب انت لانك قبلتي عزيمتي على المرتين، مره بتطبخيها على طريقتك مره بطبخوها على طريقتي، شو خلاص إيه؟ تمام اتفقنا. خلاص اتفقنا خلاص تمام. هيك ان شاء الله يا ربي هيك بهالرمضان تكون آية الرزق عليك وعلى كل الناس يا ربي، يكون شهر خير وبركه ورضا والجميع ان شاء الله. او ماي جاد. ايوه برافو. اسلموا ايديك. يعطيك العافيه ما شاء الله عليك. اسلموا ايديك. ايوه هيك متكتكين مرتبين للمنصف. اشي مرتب. عازمين لانه عازمين. تسلم ان شاء الله وجهي ووجهك. احلى اشي برمضان العزيمة وجمعة ولمة. بالضبط. ايش بتحطي لهم جنب المنصف بالعادة؟ والله بنحط احنا طبعا اول اشي لازم الشوربة برمضان 100%. بعدين الفجل، البصل، جرجير، الزيتون. كله جنب المنصف. اشكاله طبعا كله. قديش حسابنا؟ مليون. تسلم مليون. والله تسلم. 30. هاي 50. تفضل سلم هالايدين. بسم الله ما شاء الله. تفضل سلم هالايدين ويعطيكم العافيه جميعا. يلا بيعطيكم العافيه. احكي لي ايش بيميز رمضان او الاجواء الرمضانيه بالصمت؟ إيه إحنا أول إشي مستنى كتير رمضان من السنة للسنة لأنه هون الأجواء كتير حلوة، تمتاز ببساطة بطبيعة الناس اللي بين بعض كتير حلوة. الناس هيك بتتعاون بالأكل مع بعض. هذا مثلا طابخ طبخة زاكية بيجي لعندي التاني، بنفطر مع بعض بناكل مع بعض. مثلا العيلة الصغيرة تلتم مع العيلة الكبيرة مع الجدة والجد، فحياة كتير حلوة بترجعك لأيام زمان. وهذا اللي بيميز السلط دائما وابدا. هذا اللي بيميز. هذا مميز الشحانة والكرم. طب خلينا نفوت نشتري بهارات المنسف. يلا احنا بنشتري بهارات المنسف من هون. بدنا السنوبر واللوز بهارات المنسف. هذا المحل العراقة والأدم بالصلط كله مبين فيه. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. عشان كيف حالك مرة ثانية؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ رمضان كريم. الله كريم. ايش بيميز رمضان بالصلط؟ هلا في شغلات كتير بتميز رمضان. العزايم، المحبه اللي بتزيد، التواصل، صله الرحم، كل هاي شغلات بتميز رمضان. بتحسي فيه الاجواء الرمضانيه هيك، الالفه، المحبه، البساطه. ايه بتتشاركوا بالاكلات. طبعا هي هاي العزايم بالشهامه والتفاصيل الحلوه. اول طبخه لرمضان لكم شو هي؟ غالبا منسف. منسف. منسف بتحطوا عليه لبن مخيط مع الجميد؟ بنحب نبدا رمضان بشيء ابيض. شيء ابيض صح. طيب ايش هاي المعلومه الحلوه؟ دائما بسمعها نبلش رمضان بشيء يا ابيض يا اخضر. ايش الفكره منها؟ هي ما بعرف شو الاساس تبعها، بس حلو هيك تبدي بشيء بياض.
طب انا بقول لك الاساس تبعها انه البياض بدل على الخير وعلى السلام وعلى المحبه، فدائما فدائما كل شيء فيه خير بحبوا يبلشوا بالابيض ان شاء الله. كل طيب احنا اليوم لانه كمان مبلشين رمضان بالابيض بدنا نعمل منسف، بدنا اللي هي حواجة المنسف. من حوايج المنسف، هلا حوايج المنسف السلطيه تختلف. نعم. فيها 40 عشبه انا بعرف. نعم نعم. وهن بيلموها بايديهم وبطحنوها بايديهم وبكون لونها على خضار شوي، صح؟ صحيح. وهي طحنة كمان. وهي طحنة كمان. نعم. حواجة المنسف من طحنك. تعطيني اشوفها واشمها. تفضلي. الله، اللون الاخضر بيميز حواجة المنسف السلطية. الله الله. هذا هو اللي بيميزها، تختلف. هلا انتم بتعرفوا المنسف من منطقه لمنطقه بالاردن بتختلف حواجته، وكمان بتختلف كمان مع اللي هي اللون. في ناس بيعملوها على صفار، في ناس بيعملوها على خضر. هاي ايش بيميزها اكثر شيء؟ هلا هي طبيعه الاعشاب هاي كلها من السلط، من هون، من جبال السلط. من جبال السلط. يا عيني عليك. اعطينا منها بدينا عشان هيك بتكون فريش. يسلم هالايدين والعينين. بزبط منسف بلا لوز؟ لا الاسكن مع لوز. طيب اعطينا وقيه لوز كمان. انصاص لوز، انصاص. يا عيني منظري. محلك قد ايه عمره عمو؟ هلا كمبنى الشارع كله من سنه 1850. من 1850. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت هنا هذا لك ولا كان للوالد والجد؟ نو نو نو، انا اشتريته يعني تقريبا صار لي 25 سنه. 25 سنه بهذا المحل. نعم. وبلشتوا بهاي الفكره. الحمد لله رب العالمين. هذا الديكور من 25 سنه؟ لا هلا هذا الديكور عملوه مؤسسه اليو اس ايد. حلو حلو. نعم. حلو. بتطوير الشارع. نعم صحيح. جميل. نعم. اهل السلط بيمتازوا بالشهامه والكرم. فحكينا برمضان دائما التفاصيل بتكون مختلفه عن كل التفاصيل الثانيه. أجمل صفة بيمتازوا فيها أهل السلط، خلينا نقول بيعملوها برمضان خصوصاً. أجمل صفة؟ أو مميزة بيعملوها برمضان خصوصاً. التواصل بصير كثير محبة. نعم. كعائلات ولا بنحكي مع كل حدا؟ كعائلات وأصدقاء. وأصدقاء وجيران. فعندنا هاي التفاصيل اللي راحت مع الوقت، صح؟ هلا مش شرط إني أنا أعزمك وتكوني قرابتي، يعني ممكن أشوفك بالشارع أقول لك تفضلي تفطري عندنا اليوم. حلو. وممكن تيجي. حلو. طب بتعيدوا على بعض كيف بنصلي ببداية رمضان؟ هلا بنطلع احنا في عادة بنصلي صلاة العيد بعدين رمضان. صلاة التراويح قصدك؟ نو نو، هلا بالعيد ولا برمضان؟ برمضان. نو نو، برمضان احنا بنصلي صلاة التراويح بعد الإفطار والتواصل مع بعض، وبالأيام العادية يعني باليوم العادي بنكون زي هيك، اللي بيشتغل بمحلات واللي بيشتغل بشغله، اللي متقاعد بده يضله في البيت للظهر وبعدين. طب بالعادة عازم ولا معزوم برمضان؟ والله أنا بحب أكون عازم. زيي. طيب يعطيك العافية. هدول أغراضي؟ نعم. أدي حسابي؟ تسلم والله. تسلم تسلم تسلم. أدي حسابي والله مش مجامل. تسلم تفضل. تسلموا هالإيدين. تسلم كلك ذوق. شكرا وسلامي للعيلة جميعا. شكرا كثير. هيك احنا خلصنا كمان البهارات. والله هالعم التفاصيل عنده بتجنن. من نروح ناخذ ايش هلا؟ هلا بنروح ناخذ الرز. الرز تايجرز طبعا اهم شيء. الحبه الصغيره، الحبه المتوسطه، اسكى حبه المتوسطه واسكى رز بده يقيم على المنصف. حبيبتي يلا اسالوا كل الناس يعني. يلا. يا عيني على الفراوله. الفراوله بتجنن ما شاء الله ما شاء الله. قد ايه الفراوله؟ يعني بأربعة. والله يسلم هالإيدين. هيهم هدول الحمرات الحلوين قد ايه بدهم يطلعوا؟ لا 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 والله ما بقبل. لا 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 والله لا والله والله العظيم اشترينا غيرهم. لا. على قلبك. أهل السلط أهل السلط أهل الكرم والشهامة. وأخذنا هدول هدية. ست غادة كونوا مرئين من محلات الخضرة اللي بتشرح القلب، تعالي ناخذ التفاصيل بنحطها جنب المنسف، شو رأيك؟ بدنا نحط البصل الأخضر والجرجير والفجل. طب يلا. عندنا هون أشياء بتشعهي. الله الله. يلا. أعطيني بصل أخضر، كتر لنا بصل أخضر. عازمين عازمين. سلم هالإيدين، اسمع ورجيني هالبصلات اللي عندك اللي بيشرحوا القلب. يا عيني هات لك قد إيه الضمة؟ قد إيه الربطة؟ نص ليرة. اعطينا ربطتين ربطتين احنا عازمين. شوفوا بصلاتي. طيب بدنا جرجير. ابشري. يلا اعطينا جرجير. كم واحدة بدك؟ اعطينا خمسة. خمسة؟ خمسة.
كويسين كويسين، سلم ايديك وعينيك. وين الفجلات؟ وين الفجلات؟ هات الفجلات، حط لنا بكيس كبير، حط حط، والله ما في منكم. والفجل هذا مش فجلاتي. الفجل وين يا معلم؟ اخذنا ضمتين فجل. قد ايه حسابي؟ شو لك؟ قلنا البصل والجرجير والفجل ضمتين. لا لا هلا لا ما بدي اشكر بدي اشتري منك عشان البرنامج، والله عشان البرنامج. ولا يمكن صحتين هون. والله ولا يمكن، ولا يمكن عزمين احنا، ما بزبط ما بزبط، ناخذ العزيم بلاش. ولا يمكن صح. وهنا هيك بدك تشاركني بالعزيمه؟ ابشري يمكن بالله قد ايه بيطلعوا. لا والله لا هلا شو اهل السلط، ماشي اهل الكرم والشهم، بس هيك ما بزبط. لا والله بزبط، نعزم الناس على شيء ببلاش. ابشري ابشري لهم. هاي الفجلات قد ايه حسابي يا معلم؟ عندي المعلم. ما هو المعلم مش قابل يعطيني حساب. مش حساب ابراهيم، وصلات وصلات. يسلم ايديك. اجل على الكرم السلط. والله هذا هو الكرم بالسلط، والله هذا هو. يسلم ايديك وعينيك، شكرا. تفضلي ست، تفضلي ست غاده. يسلم ايديكم. نكمل انا وياكي، شو ضايق علينا؟ روعه. يلا هلا ست غاده، خلصنا كل التفاصيل اللي بدنا اياها، ضايل اهم شيء بالمنسف اللي هو رز التايجر الحبه المتوسطه. يلا نروح نجيبه. بدنا كل شيء، بدنا ناكل منسف. ما احلاك يا عمر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شو الاخبار؟ والله الحمد لله، الفضل رمضان لله كريم. الله اكرم يا رب. بدنا رز تؤمري موجود. تايجر، تايجر المتوسط الحبة، أحسن نوعية. عاملين عليه منسف، منسف بلدي سلطي. بس أهم إشي إحنا عازمين وإحنا جاهزين. طيب خلينا نروح ناخذ الرز. يلا يلا ناخذ الرز. رز التايجر الحبة المتوسطة. إحنا رح ناخذ مش بس الرز، رح ناخذ لك كمان الجميد عشان نريحك، لا تمرسي ولا على بالك. رح ناخذ لك كمان جميد شعبان. خلينا هي ناخذ أول إشي أرز تايجر المتوسط الحبة، ورح ناخذ جميد شعبان. وتذكروا جميد شعبان ما رح تحتاجي تتغلبي على طول، تستخدميه بالمنسف. لا وضايل اشي، ضايل اشي الزيت، ناويين لنا الزيت. يلا كمان بدنا ناخذ زيت شعبان. يلا اما اليوم يا عم، وانا ماشي بها السلط واجواء السلط وشوارع السلط تجنن ما شاء الله عليها. ايش بدك تحكي بعدين؟ منوره يعني، منوره بجودكم يعني ما شاء الله. منوره باصحابها واهلها وناسها. والله ما شاء الله عليكم يعني. ايش تميز اهل السلط؟ الكرم والجود. والله صدقت. والله. ما دخلت مكان الا يعني غمروني الكرم والجود، وانتم نورتوا البلد ونورتوا السلط. طب احلى صفه باهل السلط برمضان؟ يعني شوفي برمضان زي ما تقولي كيف الاجواء الرمضانيه، القطايف، الخضره، محبه الناس، الناس تزور بعضها، تفقد بعضها برمضان. حلو. يعني من ناحيه طرود الخير، من ناحيه الخير وهالخير. وشغلت يعني رمضان لها اجواء وطقوس بالسلط خاصه. صح. يعني بالذات بالسلط. طيب قد ايه بيطلع حسابي؟ احكي لي. اول شيء بدنا ناخذ جميد شعبان، جميداتنا اللي ما بنستغنى عنهم بالمنسف، قد ايه بتحسب لنا يا عمي؟ لحسب لك يا ثلاث نارات لكم. طيب يعني. ورز تايجر المتوسط الحبة 4 دنانير. 4 دنانير وزيتاتنا من شعبان ودينار 65 قرش. يعني حسابي قد ايه؟ 8 نارات 65 قرش. هذا انت على السريع، شو الحسبة السريعة؟ مو على السريع، مش في وضحات، ما بدنيش حساب. تسلم. قد ايه حسابي؟ خلوها علينا جيرة الله. تسلم بالله عليك. والله تسلم، انتم شرفتوا ونورتونا. والله والله انتم الخير والبركة. تفضل. عاد والله تضيف علينا يعني الكل واجب يا جماعة. انتم ضيوف، انا مش ضيفي، انا من اهل السلط، حبايبي اهل السلط. تفضل. يسلم هالايدين. وبدي اقول لك رمضان كريم، اعطينا كيس. احلى كيس. تعال يا ابو حلوه، ريحه هالخبز جايبينها من المخبز. يعني رمضان معنا احلى. رمضان معنا. سلم هالايدين. هات هات هات، نحطه كمان بيه. ايوه يسلم هالايدين، رمضان كريم مره ثانيه عليكم وعلى العيله. يعطيكم العافيه. يلا ناخذ الفجلات. اي الفجلات الا الفجلات. يلا معقول ننسى خبز الشراء؟ اهم شيء خبز الشراء بالمنسف. ولا يمكن كل شيء ناخذ من الشراء. هلا السلام عليكم. شو الاخبار؟ الله الله على ريحه الخبز. السلام عليكم. كل سنه وانت سالم. انت سالم. رمضان كريم. عليك. اول شيء لما دخلت على المخبز، المبنى كثير قديم، من اي سنه؟ من عام 1827. ما شاء الله ما شاء الله.
بدي خبز الشراك على كيفك لانه ريحه الخبز عندك هون بتشهي. صح وعافية. هي قد ايه وحده بدك تتغدى؟ بدنا اربعه. اعطينا اربعه. هاي الاربعه الشراكات. سلم هالايدين. الله يسلمك. قد ايه حسابنا؟ خليها علينا. تسلم. الله يسلمك. 40 قرش. يلا. اعطينا نشوف اذا معنا فراطه. اما شو هالخبزات اللي عندك؟ وهي احلى 40 قرش. اي سلم ايديك على هالخبزات. خذي هذول كمان. هذول لإلي؟ يسلم ايدك فيه بعد الكرم والشهام اللي عند اهل السلط. والله ما في. يلا ست غادة، هي كل أغراض المنسف صاروا جاهزين. أوكي. متحمسة لنروح أنا وياكي والعيلة لحتى نطبخهم سوا بالمطبخ. يلا تمام متحمسين. يلا يلا يلا, 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 يلا على السريع. والله نورتيني يا ست غادة هون بمطبخنا. حبيبة قلبي الله يسعدك يا رب، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. والله أول شيء بنقول رمضان كريم عليكي وعلى كل الأمة الإسلامية. حبيبتي أنا مبسوطة أنك قبلتي عزمتنا اليوم على فطور ببرنامجنا وعزمتك علينا مع شعبان. حبيبتي. بس اليوم شو رح نحضر لهم؟ رح نعمل لهم المنسف السلطي على أصوله. بنعمل المنسف الأردني المصطر. يعني شوفي كل محافظة لها طريقتها طريقة. ولكن السلطي له طريقة مختلفة. أكيد. ولكن إحنا بنعتبره ملك الأكلات. الأكلات صح؟ أكيد مظبوط. طيب قبل ما أفوت أنا وياكي بوصفتنا لليوم بدي أرجع أذكر لكل حدا اليوم بحضرنا إحنا بحلقة جديدة معاكم اليوم، حلقة مميزة حلوة وتحديدا انه معانا المنسف من السلط. بدي اياكم تفوتوا على هالحلقه وتشيروها وتعملوا كومنت وتعملوا لايك. عندنا سؤال خفيف بسيط بتفشي السؤال اللي رح اسالهم اياه اليوم. نغششهم قبل ولا نغششهم؟ بدنا نقول لهم شو اسم الشارع تسوقت فيه انا والست غاده اليوم بالسلط على السريع قد ما بتقدروا. جاوبوا لانكم رح تفوزوا معي بست جوائز قيمه، في منها نقديه وفي منها عينيه. اول جائزه رح تكون 50 دينار رح تكون لفائز منكم مقدمين مجموعه شعبان. بعدين عندنا جائزتين، هذول جائزتين عباره عن باكيجين كمان مقدمين مجموعه شعبان. وعندنا ثلاث جوائز كل جائزه عباره عن بطاقه بقيمه 100 دينار من ايكون 7 وهو اكبر مكان للالعاب الترفيهيه والجلسات العائليه على طريق المطار. فيعني جوائزنا محرزة. شو بدنا نعمل؟ هلأ نبلش نشارك بالحلقة قد ما بنقدر. وغير انه حلقتنا خفيفة لطيفة وحلوة ورح نطبخ زي ما حكينا اهم طبق اردني المنسف. نروح على الوصفة. اتفضل. تذكروا احنا وياكي انا ماشيين بالسوق كنا حكينا انه المنسف يختلف من مكان لمكان. بس بطريقة السلط ايش الاختلاف؟ الاختلاف بطريقة السلط انه منجيب اللحمة الخروف الخروف الصغيرة ومباشرة بنحط عليها اللبن وبنخلط جميد شعبان مع لبن المخيط. نخلطهم مع بعض هدول وبنحطهم مباشرة على اللحمة وبطلع اللبن كتير زاكي. بالإضافة حلو. نحط البهارات هاي اللي هي عبارة عن 20 عشبة تقريبا بلموها ستات الصلط. صحيح. وبنشفوها بالربيع وبعملونا إياها بالطريقة هاي تقريبا 20 عشبة أو 25 عشبة من ضمنها الحندكوك. صح اللي هو أهم الأهم مكون. أهم مكون الحندكوك. نعم. بيطلع تحديدا هلأ بالربيع فإحنا بنحكي الربيع هلأ أموره كيف جنة. رائعة بتجنن. طيب إحنا بنروح هلأ لوصفتنا بس إحنا رح نعمل بطريقة اللي هي الخفيفة البسيطة عنا. بتعرفي إني أنا بعتبر المنسف أبسط وصفة. بالضبط. رح نبلش نعطي اللحمة مش سلقة كاملة بس رح نحط عليها مي نص سلقة نودي منها الزنخة لأنه في ناس بتصير تقول لك تطبخ اللبن معه هو ما بيصير. بالضبط. ما إنه الأساس إنه ينطبخ معه صح؟ بالضبط صح. خلينا نبلش بهاللحمة. بالعادة بتحب تجيب اللحمة كيف شكلها كيف تكون للمنسف؟ والله أنا بحب اللحمة دائما لحمة الكتف ويقطع لي إياها بقطع كبيرة وزبط لي إياها اللحم. ليش الكتف بالذات؟ ما بعرف بحسه بيستوي زاكي كتير. مزبوط لأنه الكتف أكتر قطعة تستوي بسرعة بالخالص. بالضبط أساس الواحد خصوصا برمضان بدك تطبخ و مليون بالمئة. خلينا نجيب مي سخنة أحسن عشان نختصر وقت. طمنيني كيف الأجواء الرمضانية هالأيام بالسلط؟ والله عندنا رمضان كتير حلو خصوصا رمضان بضم العيلة بعمل كونتاكت بين الأصدقاء والأهل كل يوم في صلاة تراويح الحمد لله رب العالمين. الله يعيده على الجميع بخير وسلامة يا رب. يا الله كل عام وجم بخير. أحلى شيء بيميزه بالسلط هلأ غير الأجواء الحلوة غير الأسواق يعني السلطية القديمة اللي بيميز هلأ الجو بالربيع بالسلط حلو كتير بجنن على مطلات هيك الربيع الحلوة. وغير إنه خليني أقولك في الروح الحلوة بين الناس صح. الحياة الاجتماعية الحلوة الحياة اللطيفة. الاجتماعية كتير حلوة كتير كتير اللي شوي شوي قاعدين عم نفتقدها إحنا لكن بالسلط عم بتلاقيها كتير حلوة كتير كتير حلوة.
صح بالأهل والإخوة والأقارب، تلاقي الكل متجمع، هذا جايب صحنه، هذا جايب أكلته، هذا جايب، فكتير كتير حلو. هي الأجواء الحلوة اللي تعودنا فيها برمضان. بالضبط. طيب حطينا اللحمة، رح نضيف لها بصلة. أيوة. وإيش بتضيفي لها بالعادة كمان مطيبات؟ منضيف الورق الغار كمان، نحط شوية ورق الغار أكم حتى. تمام. أنا هعمله على طريقتي وطريقتك. بالضبط. طريقتنا مع بعض. هي بقول لك ورق الغار بس عشان تروح الزنخة منه، ما في شو، هي ما فيها زنخة أصلا اللحمة بتكون. هلا أنا الصراحة زيك، أنا بحط بس ورق غار، بصلة، بحط هيل. بالضبط. لأنه بحب المرق برضو يضلوا حلو. بالضبط. طيب نسلق اللحمات ونيجي نحضر الرزات. قبل ما نسلق اللحمة شو رأيك؟ رزاتنا شو حكينا؟ لازم من أرز تايجرز لأنه الحب الوسط، وهذه بالفعل أطيب رز يعني بتاكلوه. والله يعني عن جد طول شهر رمضان مفروض إنه ناخذ أرز تايجرز الحب الوسط للمنسف، إشي من الآخر يعني. والله أنتي قمر، بتعرفي أنا طول ما أنا ماشي بقول لك أنتي سكرة حبيبتي وقمر حبيبتي. وهي مبسوطة كأنه عم نطبخ إياها منسف صح؟ أكيد. طيب خليني أقول لك، غير بيميز إنه أرز تاجر متوسط الحبة طبعا هو الرز الأكثر مبيعا في الأردن وخصوصا للمنسف. مظبوط. لأنه بتفلفل بطريقة كتير حلوة. بدنا نحكي لهم عن حملة أرز تاجر اللي هلا صارت بكل الأسواق الأردنية، هي اسمها صحتين والربحة من الاثنين، سواء استخدمنا أرز تاجر متوسط الحبة أو أرز تاجر البسمتي. شو رح نربح؟ رح نربح أونصة من الذهب نهاية كل شهر، 100 دينار كل يوم. بدنا ناخذ الكوبون الموجود جوا كيس الرز، ندخله على صفحة الفيسبوك لحتى ان شاء الله نكون من المحظوظين ونربح. صح صح مزبوط. شوفي لان احنا عاملين منسف بدنا نعمل كمية، لانه المتعارف على المنسف شو بيجي ناس كثير بياكلوا منه. أيوة. بس شو مو ريحه المنسف دائما بعزم الجميع ان شاء الله على الخير. يا رب يا رب بالخير بالمحبه. مزبوط. بتنقعي زي بمي دافيه او مي الحنفيه؟ لا بمي دافيه طبعا. طيب انا بحب انقع من الحنفيه بالذات رز تايجر المتوسط الحبه. ممتاز. طل هيك الحبه مفلفله وحلوه متكتكه. بالضبط. هاتي انا على البركه. يلا تفضل. انت بتعملي بالكاس ولا على البركه؟ والله هيك وهيك حسب مرات على حسب المزاج. انا اليوم على البركه. على البركه، والبركه دائما حلوه. هالقد كمية منيحة صح فيها البركة. يلا حبيبتي هاتي نحط المي. بسم الله. تيلنا هالمي. في ناس بحبوا يحطوا رشة ملح مع النقع، ما في داعي، بتغسلوا 4-5 مرات لتصير أموره 100%. بالضبط. تمام. نبلش نحضر باللبن وناخد رزاتنا هون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طنجرتنا تمام. رح نبلش أول إشي بزيت شعبان. طبعا بتعرفي رز المنسف بحب السمنة والزيت. أكيد. ما بياخد كمية قليلة زي لما نفلفل الرز بالطريقة التقليدية. حط شوية زيت. بالضبط. شو نذكرهم؟ زيت شعبان. وغير زيت شعبان بدي اذكركم بالمسابقه لليوم. بالزبط. بدهم يجاوبونا باي او وين تسوقت انا وياكي باي شارع بالصوت. بدكم تجاوبوا. أيوة. شير كومنت ولايك قد ما بتقدروا. لا تنسوا عنا 6 جوائز قيمه. تغششيهم شوي شو اسم الشارع. والله اغششهم. غششي غني لهم غنيه تشبه فيها هيك شوي. يا ايش اغنيه فيها اشي من الطيور يعني. أيوة. شارع ايش اسمه عندكم يعني؟ يعني هو طير واحد. هو طير واحد يعني. يقول لك بركة وخير. ايوه بالضبط. طيب خلينا اكيد الكل عرف. ما انا بدي اياهم الشارع. أيوة. انا بحب كثير بحب كل هدول الجوائز المقدمة هلا من مجموعة شعبان. طيب وانا كمان عم بحط السمنة وبستناها تسخن. بس بدي ارجع احكي لكم حظكم حلو كمان مع سكر شعبان، رح تفوزوا كل يوم ب 100 دولار. خذوا الكوبون الموجود جوا كيس سكر شعبان على وين على صفحتهم على طول لحتى تكونوا من الفائزين ان شاء الله معهم كل يوم. حطينا السمنات والزيتات. خليني اروح اخذ. اسمع انا عندي مطبخ سري. بنجيب الرزات. بدنا نغسل هدول ونرجع. هلا برجع لك. يلا مش تغيبي. لا 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 هيني واقفه ابدا. ها عند ال ايوه عند السمنه وزيت شعبان. يلا هيني جاي. اللي بالفعل انه بجنن. بسم الله. وعشان كل ذره رز بدنا اياها خليني اعملهم هيك. تحركي لنا. بتحطي على الرز كركم ولا ما بتحطيه؟ بنحط شويه كركم. وانا الصراحه بحط لانه بيعطي طعم زاكي. نحط الملح. حطي لنا ملح. قد ايه بتحطي ملح؟ يعني معلقه ونص. تفضلي هي الملح. بدك معلقه. ايوه. اجواء رمضان قد ايه حلوه بالمشاركه. قد ايه حلو رز شعبان الحبه المتوسطه بلمع زي الذهب. انت الذهبه. قولي لي هاتي نحط الملح. الملح يس. ايوه قلتي لي كنت تدرسي بالجامعه. نعم. هلا كنت اعطي ايوه كنت بعطي محاضرات بالجامعات وجامعه بالهندسه ما شاء الله. في المختبرات اكيد 100%. خلينا نحط شويه كركم. ايوه لانه اذا انت شايفه كل الفريق اللي معي هون بده يفطر على منسف اليوم. بدنا اياه يطلع منسف انتكت. حبيبتي ايوه هيك امورنا تمام. منا نقلبه كثير منيح بالسمنه والزيت عشان يضلوا. أيوة. ماله
عشان يضلوا كل حبة بحبتها مفلفل وحلو كل حبة بحبتها بالضبط. من هيجي نعمل اللبن هلا انت قلتي لي بتحبي تطبخي اللحمه مع اللبن واللبن ايوه تمام انا اياما كنت اعمل هذا الحكي بس لاحظت انه مش كل الناس تقبل بالضبط ممكن انه اللحمه مع انه اللحمه ما بتنغسل صحيح اكيد 100% خصوصا اذا كانت مذبوحه قدامك كمان يعني. من يوم مني طب انا هلا رح استخدم جميد شعبان جميد شعبان جميد مهروس جاهز للاستخدام على طول كل علبه فيها باكيتين متوفر بكل الاسواق الاردنيه وبقدروا على السريع يستخدموا الكميه اللي بدهم اياها حتى لو كانوا عائله صغيره في عائلات صغيره بتحب تستخدم كميه قليله تقدر شو تاخذ الكميه البسيطه انا بس قبل ما احركه زي هيك طريقه برجعه زي ما هو هيك طلعوا طريقة فتحه كتير بسيطة وسهلة هكذا رح أحطه فوق اللحمة واللحمة عندي هون عادي سخنة لأنه الجميد مدى ما دخل على اللحمة أو على المرأة أو على كل إشي ماله بيضله عادي ماسك اللبن أيوه. ما بفرط صح ولا لا؟ مزبوط صحيح زمان في الأعراس والمناسبات كانوا يجتمعوا كل العائلات ويطبخوا المنسف مع بعض صح ولا لا؟ كانت أحلى إشياء بالدنيا ناخذ كمان باكيت لانه احنا الحمد لله اليوم عازمين ايوه خلينا نخض شوي تفضلي حطي انت خليني انا انظف حوالي شوي شوي هيك دنيا رمضان بلا يدعوا علي انا بلاش يدعوا علينا بعدين شايفين هذا طبعا جميد شعبان ما بحلى المنسف الا بجميد شعبان يا جماعه الخير عن جد يعني والمقص شف لا هو ما بده مقص ما بده مقص افتحيه من فوق فقط ايوه تمام تمام خلينا نحرك ونرجع نشعل النار هذا الحلو بالجميد انه بمسك اللبن واللبن ما بفرط معي ولا بصير له شيء شوفوا كيف شعله اوريدي يلا ضيفي طلعوا هيو هاي هيك جميد شعبان الله عليك شايفه مقلعه ومهروس بطريقه كثير حلوه الله الله يلا يلا يا عيني عليك مهروس بطريقه كثير حلوه شايفين يا جماعه بشجعكم تعملوا منسف بلبن جميل شعبان صح الحياة صارت أسهل كتير أسهل بتقعدي أنت تنقعي وتمرسي أكيد زمان كانوا أمهاتنا يقعدوا يمرسوا الجميد ياخذ منهم والله وقت غير يعملوه كمان كان يعملوا اللبن بتعرفي إنه موسم الجميد بالأردن هلا مع موسم الربيع طيب أنت بتحبيه قلتي لي مع لبن مخيط أنا رح أدخل لك بس بدي أرجيهم إحنا حطيناه على مرق اللحم السخن بالضبط بس ولا فارط ولا ماله ولا ما شيء بياخذ العين ولا إشي بجنن لبن جنن طبعا وقبل ما اروح اجيب الاغراض رح نقدمهم جنب المنسف بدي اذكركم بالشير والكومنتس واللايك لكم رح تفوزوا معي بست جوائز مختلفه فتذكروا هدول ست جوائز قيمه 50 دينار مقدمه من شعبان وعندنا كمان باكيجين مقدمين من شعبان وعندنا الثلاث هدايا التانيين بطاقه بقيمه 100 دينار مقدمه من ايكون 7 اتفقنا اروح هيك على السريع ارجع يلا والله اللبنات بشرحوا القلب بشهوا عن جد شوفي هالجمال طلع 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 الجميل لانه ما بيخلي اللبن يفرط فما في داعي يضلهم يحركوا فيه كل الوقت هيك صار جاهز بدنا نرجع ننزل فيه اللحمه ورزاتنا كمان قلنا مالهم جهزوا بسم الله الرزات جاهزين واللبنات جاهزين نعود نذكر انه جميد شعبان ما بيحلى المنسف الا بجميد شعبان لانه عن جد جميل كثير طيب انا بالنسبه لي اول يوم رمضان يا منسف يا مقلوبه بالنص ما في لازم شيء ابيض بتعرفي الحكايات لازم نعمل شيء ابيض مقلوبه بلاش نقلبها من اول يوم هيك رايك لا لازم لا انا معك بحب كل شيء نبلش فيه بشيء اخضر او ابيض بالضبط هيك عادات والتقاليد تقريبا ايش الابيض خليني بدي اياكي تساعديني تناوليني الصحن يا ست غاده ونجيب الرزات تقيل الصحن عليك لا لا مش مشكلة عادي خلنا نجيب هي عشان نحط عليها الطنجرة بدك تحط الخبز بالآن من نحط الخبز يلا بلشي لنا أنا وياك بنتساعد إن شاء الله فيه نحط أول إشي يلا بلشي بس خليني أجيب هاي للروز بسم الله ما شاء الله منسف بده كمية كبيرة بده جمعة بده بركة صح أورجيكي رزاتي كيف طلعوا معي بجنن اسمعي عشان سخنة عليكي شوفي ما شاء الله روعة شوفي لي هالرزات روعة شوفي ما شاء الله هذا أحلى إشي أرز تايجر الوسط أيوه رز تايجر شعبان أرز تايجر الحب الوسط بجنن زي الذهب شوفي ما أحلى
ذهب ذهب ذهب. حبيب حبيتها شيء إيش مني ريحه السمنة مع الزيت. يا سلام يا جماعة الخير شو زاك كتير. طيب ناخد من اللبن نسقي الخبز. أيوة عشانك أقرب شوي هذا. لا خليكي براحتك. أيوة. بده تسقي صراحة كده. عشان ماني عاملة. لا خلي أيوة. عشان ما يكون تقيل عليكي. هيك منيح. وأعطيكي هلا تسكبي لنا الرزات. يلا. إيه يلا نسكب هالرزات وأنا بساعدك شوية تفضلي. خليني امسك انا بفضل. ايوه سخنه عليك الطنجره. يلا لا امورها تمام. قربيها شوي. قرب لك اياها. هيك سخنه ايدك. لا منيحه. شوفوا يا جماعه رز تايجر حب الوسط ذهب مش رز هذا ذهب. الله الله الله. وهيك منسفنا تقريبا صار جاهز. انا كمان بحب اشرب الرز شوي. بالضبط. يا سلام. بتشربي انت ولا بتحطيه على جنب؟ لا بنشرب شوي بعدين بنحطه على جنب عشان بحب يزيد نحط اللحمه ونشرب شوي. انا رح اعطيكي لعاد تعبي لي اللبن وانا اخذ قطع اللحم نحطها على المنسف. بسم أيوة. الله ما شاء الله يا رب ان شاء الله الخير. هذا نحطها بس هيك عشان نقولها على سفرتنا قبل ما يجي ضيوفنا. بس هيك نحطها على الوجه. هو بالعادي بيغطوه بعدين بكشفوه. ايوه عشان احنا عشان هيك بالضبط. يكون أيوة. حلو ومميز. وانا بدي اقول لك والله انبسطت حبيبتي وانا اكثر. بس قبل ما ننهي الحلقه بدي اذكرهم اخر دقيقه شير وكومنتس ولايك ضروري 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 باخر ثانيه. واحنا عندنا هيك هديه حلوه كمان لانه احنا غلبناك وجبناك من الصال وعزبناك وجبنا العيله كمان حبينا نقدم لك من مجموعه شعبان هديه لك ان شاء الله تنبسطي فيها. شكرا كثير حبيبه قلبي ان شاء الله تنبسطي فيها. بدي ارجع احكي لك مره ثانيه شكرا لجيتك شكرا حبيبتي. انك قبلتي عزومتنا على الفطور اليوم حبيبه قلبي وشكرا كثير لكم جميعا شكرا للكادر حبيبتي. طيب احنا رح ننقل منسفنا على وين؟ على سفرتنا والنادي معانا السيد حيدر ابو يزن يتفضل معنا. يلا تفضلي. ما شاء الله. خلينا نكشف كمان. انا صراحه بحب هيك منسفنا لما يجينا السيد ابو يزن. تفضل يا ابو يزن تفضل. يلا نورتنا. وهيك منسفنا صار جاهز. تسلم وجهك حبيبتي نورتينا نورتنا والله يا ابو يزن نورتنا وانت بالف خير يا ربي صحه وسلامه. تسلم وجهك شيف امتياز متالقه دائما حبيبتي حبيباتي. يلا جوا كيس سكر شعبان وبتدخلوه على صفحه برق صغيره. وحظك حلو. حلو يا حلو حظك حلو. طولوا بالكم الرز. انا جيت تعرف شو بدي اغني الله يعينني على الجليات.